سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم هي صلصه الساموراي اللي مشهوره عالميا خصوصا عند اصحاب الساندويشات او السناكات. واللي كيميز هذه الصلصه هذه هو انها سبايسي، يعني حاره. هنا انا في هذا الفيديو هذا ما غنعطيكمش المقياس ديال المكونات بالتحديد، لحقاش كاين الناس اللي عز عليهم الساموراي تكون حلوه اكثر من حاره، وكاين الناس اللي عز عليهم يكثروا الهريسه ويقللوا من الكيتشوب، ولكن بالتالي كيبقى لكم الاختيار. انتوما غتحكموا في القياس ديال الهريسه والمقياس ديال الكيتشوب. المهم للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاج الكيتشوب وصلصه السامبال. صلصه السامبال هي واحد الصلصه اندونيسيه اللي كتكون حاره. الا ما كانتش عندكم هذه الصلصه هذه يمكن لكم تعوضوها بالهريسه كيف درت انا في هذا الفيديو هذا. بيضه، زيت نباتي، وعصير ليمونه، الخردل، والملح، والفلفل الاسود اللي هو البزار. الخطوه الاولى هي غنصايبوا المايونيز. كيف كتعرفوا المايونيز؟ كاين اللي كيصايبها بالصفر ديال البيض، كاين اللي كيدير بيضه كامله. بالنسبه للمبتدئين من الاحسن يديروا بيضه كامله باش كاع ما تطيح لهم. هنا كنخلطهم مزيان، كندير الخردل والبيض، من بعد كنبدا كنزيد الزيت تدريجي بشويه بشويه مع التحريك المستمر. هنا ملي كنحصل على صلصه متماسكه بهذا الشكل هذا، كنضيف البزار، الملح، والعصير ديال الليمون اللي عندي، من بعد كنخلطهم مزيان، وها لاصوص ديالي وجدات. بالنسبه للمرحله الثانيه كناخذوا المايونيز اللي وجدنا، كنضيفوا عليها الكيتشوب وصلصه السامبال او الهريسه، كنحركوا العناصر بثلاثه حتى كيندمجوا مزيان، وبالتالي كنحصلوا على صلصه اللي سميتها الساموراي. من بعد كنوضعوها في الثلاجه باش كتزيد تماسك لينا مزيان وكتشد فراسها، وكيمكن لينا نقدموها مع الساندويشات او المشويات واطباق اخرى. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعم القناه بلايك واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، ونجيب لكم ان شاء الله دائما الجديد. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.